الرياضي بطل هذا الموسم باستحقاق. وعلى العموم طويت صفحة عصبة الأبطال وحقق فريق الملكي كورة عالية ومحاولة خطيرة. الجيش الملكي نتابع من خلال هذه المحاولة السفراد يعني بارد شكلية ولكن أكيد كما قلت الكرة محاولة الآن كورة عالية ولكن الحظ عاكسه في تلك المباراة. من شأنه أن يعطي قيمة مضافة للدوري المغربي. جبران من خلال هذه المحاولة كرة عالية وخروج هي لمسة التي حددت. سنتابع الآن هذه المحاولة خمين من أجل كذلك التحذير والقدم الثاني لم يكن متوقع. نتابع الآن هذه أجمع لفريق الجيش البيضاوي وليد الكرتي في اتجاه مؤيد اللافي. ما كانش هناك تسلل والحكم الحكم خلال هذه اللحظات شباب المحمدية ورجاء بني منال أقصى حسنية أكادير على مستوى ربع النهائي. سنتابع الآن زهير مترجي والهدف. زهير مترجي والهدف من خلال هذه المحاولة الأخيرة. زهير مترجي يسجل الهدف من خلال هذه اللحظات. هدف جميل. سنتابع الإعادة. سكوما الذي ميلاد وتألق لم تكن شكلية وكان فريق الوداد يحتبع الآن. هذه محاولة عميمي محاولة التسديد والبحث الآن خطيرة. ضغط هذه اللحظات ودائما الضغط مستمر. هذه المحاولة والبناء الجميل من خلال هيد الكرتي يهيئ هذه الكرة دائما لمؤيد اللافي. يبقى زهير مترجي. زهير مترجي تمريرة ممتازة في اتجاه أيوب الكعبي تعود مرة أخرى خطيرة ورحيم يتدخل ويتعلل ضغط عالي لفريق الجيش لفريق الوداد الرياضي. إذن تابع رحيم ومحاولة ضرب رأس سنفذ الآن ضربة خطأ فريق الوداد الرياضي. كرة مباراة من مباراة اليوم وهي مباراة قوية أيضا سيكون فيها حمل مباراة في تدوين تقارير. إذن تعود الآن مرة أخرى كرة عالية ومحاولة لفريق الوداد. أيمن الحسوني ممتازة للاعب أيمن الحسوني. تمريرة كمية جميلة ورائعة. هدف جميل لكن اعتراض من الحكم المساعد الأول قبة ياسين الذي يرفع رأيه وبطبيعة الحال الحكم حمزة الفارق. إذن سنتابع هل هناك تسلل أم لا من خلال زهير مترجي. لا تصد ولا ترد ولكن شاهد التمريرة وجعفر العاطفي على مستوى التحليل. Forever, forever.
say goodbye. Flawlessly to love eyes with something that I thought I'd never find. And what is right and what is wrong when all I ever saw was love? But let's get lost in love tonight. Let's go.